وسطام مساك الله بالخير. ما اجمل اللقيا بلا ميعادي. اي والله احنا نزورك بدون موعد والله. سبحان الله تفاجئنا بهالوجوه الطيبه. ابو البصره وابو النجف وابو البوصيل وابو كربلاء وابو كركوك ابو فرقان. يا ابو فرقان اقسم لك بالله لا نبي عالم يرفرف حاله طبعا. وهذا عاداتنا ما شاء الله. الربع مفتوحه 24 ساعه ما شاء الله. يجي الضيف باي وقت يجي يعرفون. يجون مرات عندهم شغلات بصلاح الدين. بصلاح الدين ناس تعطي عنوان الناس من تعدى السيطرات من كذا. وانا موصل السيطرات يشهد الله قلت خاف من فندق. ماكو فندق ماكو بصلاح الدين. هذا فندق بلاش. ونعم 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 ما بي نعم والله. لكن من فضلك الله كل شيء موجود بهالديوان. الضيف الشبي يبي يرتاح يبي ينام افراش مفروش. البراد موجود. التمر كان طنيه ما شاء الله طنيه ما شاء الله ما شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله. ما سوينا شيء جديد. هلا مرحبا بلاش. ونعم والمي من دجل ما ونعم 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 ونعم. وهذا اللي الله مقدمنا على هالمجد. مش بعنا مش بعضينا. ما شاء الله. نعم. ما سوى شيء. يا أبو دريس بلغتك التحية والسلام عمرو بن هزيل. والله ونعم. وأنت ويا تشابهون من الكرم والعطايا. هذا أقدم من الله. شبيه الشيء منجذب إليه. أنت من كم سنة هان؟ والله هذا أنا من 93. من 93. من 93 جينا هني. لا يوم ولا يومين. ألا تكل ألا تمل من الضيوف؟ والله ما تغير من الكويت هني. ما شاء الله. هذا نهج بحياتي. ما شاء الله ما شاء الله. ويالي كبار الطقعان ملوا. طلع بيت شرد والله. يا الله تظلوا هالشباب الصغير لحد الان ما شاء الله. ما دام نشط الديوان عامل على مدار الساعه. يلا حيهم يلا حيهم. هلابكم انتم هلابكم. عشت عشت ابو سلطان بارك الله فيك. ونعم ونعم ونعم. واللي جاي من الشرقاط واللي جاي من اي والله هلا. ونعم 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 ونعم. جزاك الله خير. اذا اليوم الحلقه كما قلنا عن الكرم عن الشهامة. وهذه هي شيمة العراقيين. أي والله مثل ما قالوا من قديم قد يأكلون لفرط الجوع أنفسهم لكنهم من قدور الغير ما أكلوا.